يعني بعد الثري، يعني انا واصل لمرحله جدا خطره بعد الاكتشاف. الحمد لله وشكر اخذت 12 جرعه كيماوي وسويت عمليه استئصال للورمه وتبديل مفصل الكاحل ورفع عظم الساق. بعد ما انتصرت فكرت انه الطاقه اللي خلتني انتصر والطموح والشجاعه اللي امتلكها داخليا، طبعا بصراحه انا اقول على نفسي قوي وبجداره، ودائما اقول هذا اكثر شغله افتخر بها بالحياه، انه انا قدرت احارب المرض بطريقه مختلفه عن اقراني، ويعني ما ترك بي اي اثر غير اثر العمليه، يعني اي اثر نفسي. اي اثر نفسي ما ترك بي، اي عقبات ما خلالي بطريقي بحيث خلاني اتوسع عن العالم، طورني بصراحه. قبل كنت ممكن احب الناس واحب اساعد الاخرين، بس بعد ما انصابت لا، الموضوع تغير اطلاقا، يعني صرت حقيقه ارتوي بالعطاء. ما شاء الله. فباللحظة الأولى اللي انتصرت صفنت على نفسي، قلت إنه أنا أحمل طاقة وقوة غريبة، شلون أنا قدرت أنتصر على السرطان بدون مخلفات نفسية، بدون آثار نفسية؟ فقلت هاي القوة أنا لازم أنطيها لأكثر من شخص. فقررت إنه أسوي منظمة، لأنه بالعراق إحنا ما نقدر نشتغل بطريقة محمية أو رسمية إذا ما نتسجل من قبل دائرة المنظمات، وحتى مكان يحمينا قانونياً ونقدر نمارس نشاطاتنا بشكل طبيعي ويصير عندنا تعاونات ويا باقي الوزارات، فلازم عندنا فد شيء رسمي. فأسسنا هاي المنظمة، فهي فكرة المنظمة أصلاً هي فكرة انتصار بتأسيسها. فبديت جمعت فريق من محاربين السرطان، بينا محارب وبينا منتصر، نشتغل نشاطات متنوعة، يعني عندنا نشاطات خارجية وعندنا نشاطات داخلية داخل المنظمة. طبعا بداية تأسيس المنظمة هو كان فقط شهادة. النشاطات الداخلية وعن النشاطات الخارجية اللي ممكن تدعم محاربين السرطان نفسيا. أنا اللي عرفت أنتوا هنا تستقبلون محاربين السرطان والمتشافين من السرطان. اي طبعا النشاطات الداخلية اللي نسويها، طبعا احنا بدينا كان ما عندنا مكان، بس بعد ما صار عندنا مكان النشاطات الداخلية اللي نقدمها، احنا نستقبل المريض، نحوله من مريض الى محارب، ومن بعدها نحوله الى منتصر. الشغلة الاولى اللي نسويها طبعا انا والشباب الموجودين، لانه احنا ما مرات يقولون اسال مجرب ولا تسال حكيم، احنا مو مجرب واحد، احنا مجموعة تجارب عندنا. فانا احمل تجربة، ولكن عندي مجموعة من الشباب أنا معاصرهم بتجربتهم ومعايشهم ومساعدهم بتجربتهم، فصرت أحمل تجاربهم أيضا.